بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بحضراتكم. النهارده 17 سبتمبر 2017. هنطلع من حماس ونروح لقطر، ومن قطر هنروح سنغافوره، ومن سنغافوره هنروح نيويورك. انا هبدا بحاجه مهمه، معرفش حضراتكم تابعتم تفاصيلها ولا لا. حماس النهارده طلعت بيان وبتقول فيه انها مستعده لان تتعاون مع السلطه الفلسطينيه، ومن الاخر كده هيعملوا انتخابات، وده كلام مهم. كلام مهم ان هم هيعملوا انتخابات. ضمنا ده بيحمل دلالات. الدلاله الاولى، خليني كده اقول لحضراتكم الست دلالات اللي انا استنتجتهم من الموضوع ده. اولا، حماس بالبيان اللي حصل النهارده ده بيحدث نوع من شل، وربما حتى قطع، لو التزموا هيبقى قطع لأزرع قطر وإيران وتركيا على حدودنا إحنا كمصر. الناس دي في حماس تحديدا اللي هم يعني كنسبة ما هماش كتير من الشعب الغزاوي، عشان احيانا برضو بنظلم أهل غزة كلهم. نسبة منهم انتموا لحماس، حماس هي إخوان فلسطين، والجماعة وجهة نظرها أنها لابد أن تناضل عسكريا لغاية ما يتم تحرير كل إسرائيل، كل فلسطين اللي هي بقت اسرائيل. يعني هتقدر ولا انت بتقول كلام وبعدين تتضرب وتعقد نفسك يعني تخلينا خسائرنا دماء ولا اخره؟ لانه برضو جزء من حسابات الحرب انك تكون قادر، والا الخسائر بتبقى اكبر. لكن حماس النهارده بتقول لنا لا، انا خلاص مش هلعب اللعبه دي تاني، وانا هقدر ادخل في مفاوضات واعترف بحدود 67، ده معنى انها تقبل انها تكون شريكه لمنظمة التحرير والفتح. وبالتالي كأنهم من ضمن بيقولوا احنا الفترات اللي فاتت تكبدنا ما لا نطيق، والافضل لنا ان نتبنى الخط اللي بيقول ان احنا نسعى للتسوية السياسية. طب مين اللي بيرفض ده؟ اللي بيرفض ده في هذه اللحظة ايران، ده رقم واحد، ولحد بعيد تركيا وقطر، وان كانوا لهم علاقات طيبة مع اسرائيل، لكنهم من ناحية تانية كانوا شايفين انه حماس طرف مهم، حليف مهم، يقدروا بيه ان هم يكونوا شوكه مش في ظهر اسرائيل، في ظهر مصر. شوف حضراتكم اللعبه مزعجه ازاي؟ يعني ايران عندها عداء مع اسرائيل، مفهومه، ماشي، ويعني لحد ما بعيد برضه كلمه عداء دي عايزين نحطها كده ما بين مزدوجين او ما بين قوسين. انما حماس هي حليف قطر وتركيا ضد مصر. فالنهارده حماس بتقول لك بص يا عم انا مش هادير غزه. هات حد من 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 السلطه الفلسطينيه في رام الله تيجي تدير. يبقى دي رساله مهمه، انه حماس كانها بتقول انا مش هدخل لعبة العداء لمصر. وبالتالي في دلالة تانية كمان مهمة، بيان حماس اليوم ضربة للارهاب في شمال شرقي سيناء. حضراتكم شفتم محللين سياسيين بيكلمونا عن الاف الانفاق اللي بتهرب اسلحة ومخدرات وبلاوي زرقاء من غزة لسيناء. طيب حصل ايه النهارده؟ تقول لك لا احنا هنتعاون معاكم كمان امنيا، وتشوفوا ايه اللي يحصل علشان نحافظ على امن مصر، لانه مسؤوليتهم كمان ان هم يحافظوا على الجانب اللي ناحيتهم من الحدود. بيان حماس النهارده بقى في منتهى الاهميه، لانه رساله للكونجرس. الكونجرس كان بيقول ايه لما قطع المعونه لاول مره من سنه 79؟ يكون في قطع للمعونه العسكريه، مش قطع يعني تخفيض، 300 مليون دولار اقل من مليار، 300 مليون خلوهم بس مليار. جزء من الكلام اللي كان بيتقال والله اصل دور مصر قل في المنطقه، دور مصر ما بقاش مهم قوي في المنطقه. النهارده ومن القاهره تطلع حماس تقول الكلام ده، دي رساله للكونجرس بان مصر قد تتعثر لظروف طارئه ولكنها تعود لتقود. في النهايه الملفات الكبرى في المنطقة لابد أن تمر عبر بوابة القاهرة. رسالة مهمة وفي توقيت مهم جدا. بيان حماس كمان النهاردة ضربة لإسرائيل. ليه؟ إسرائيل بقى لها 15 سنة بتحكي نفس الحكاية، عباس ضعيف وحماس إرهابية ومصر مشغولة وسوريا انتحرت، أعمل سلام مع مين؟ أعمل تسوية مع مين؟ النهاردة حماس بتقول لك لا، ما تتبعوش استراتيجية ان احنا عندنا اسلحة متعددة، وبالتالي كأنه ضمنا ما فيش طرف فلسطيني تقدر اسرائيل تتفاوض معاه. بيان حماس النهاردة بيقول لا، احنا مستعدين ندخل في مفاوضات. بيان حماس النهاردة معناه ان مصر مش بس عندها مشروع للمنطقة بيقف ضد المشروعات المنافسة، سواء الإيرانية ولا التركية ولا الإسرائيلية ولا الإثيوبية ولا لا، ده كمان مصر بتفرض ده،
مصر، سواء بقى الملف اللي احنا كنا بنتكلم عنه وعارفين بقى لنا 100 يوم ملف القطري، او كمان على حدودها مباشره. لا احنا مش بس عندنا مخ بيفكر، كان عندنا عين بتشوف بس مخنا ما كانش عارف. كان الملف الداخلي والهم الداخلي كان شاغل تفكير مؤسساتنا، لكن وصلنا للنقطة اللي بقى عندنا عين بتشوف وكمان عندنا مخ بيفكر وعندنا ايد بتبطش. بقى الرسالة كمان مهمة، انه مشروع مصر اللي هو المشروع العربي، يعني في الاخر خلاص انت بتفكر هي مصر ملهاش مصلحة مستقلة عن مصلحة العرب، مصر لها مصلحة في استقرار الاوضاع، فان العرب يوم لو قرروا يحاربوا يحاربوا وينتصروا، مش يحاربوا ويهزموا. لو قرروا ان هم يدخلوا في مفاوضات وتسوية يدخلوا في المفاوضات ويحققوا اكبر مكاسب، مش يدخلوا المفاوضات ويمضوا عقود اذعان ويتهزمنا، لا هندخل يبقى حاجة يبقى لازم يكون قدها، مش قدها يبقى نفضل نستعد لغاية ما تيجي اللحظة اللي يبقى فيها قدها، مش شعارات هنجريها وبس. بيان حماس النهاردة كمان يأتي مع وجود وفدنا الرئاسي في بيت الأفاعي، أنا بسميه بيت الأفاعي لأنه جمعية العامة للأمم المتحدة فيها كم رهيب من أعدائنا. ربنا وفق وفدنا اللي موجود هناك، لأن إحنا علينا مسؤولية ننفي تهم كتيرة بتتقال عننا، وفي نفس الوقت نوضح للعالم ونكشف له مين اللي بيريد بهذه المنطقة شر. مطلوب مننا إن إحنا نقول للعالم من نحن وماذا نريد لمنطقتنا والعالم.